في الخاتمة هذا ما يتعلق بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام ذكرته مختصرا، لأن هذا الدرس ليس مقصودا لذاته، ليس قصدي كان أشرح قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وما يتعلق بهم على التفصيل، ولكن أنا كنت سأشرح مقدمة أم الملاحم في إعجاز القرآن، ولا بد أن أتكلم عن المعجزات، وأحببت أن أقدم لها بالنبوات الكلام على الأنبياء عموما والكلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وأتبعتها بحديث ابن أبي هالة لوصف النبي صلى الله عليه وسلم وما لم يذكره ابن أبي هالة في كتاب الشمائل، وذكرت بعض المسائل تتعلق بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشرت إلى كتاب الدر المنضود لابن حجر الهيتمي رحمه الله وإلى ما يتبع ذلك من كتب ومسائل، لكن المهم أن هذه الدروس كانت عبارة عن مقدمات مختصرة جامعة تمهد لموضوع المعجزات والإعجاز.